نفت القوات المسلحة ما تداولوا بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. الخبر ده مهم جدا، بدأت الخبر ده بدأ ينتشر الحقيقة الكام يوم اللي فاتوا، وده كان رد واضح جدا من القوات المسلحة بتنفي ده تماما.